الحقيقة احنا تعاملنا مع هذا الحدث كأنه أزمة حدثت. طبعا ده لم يحدث إطلاقا ولم يتم استخدام أي نكهات أو أي ألوان، الألوان هي الألوان الطبيعية بالنسبة للتمثال، ودي مش أول مرة وزارة الآثار تعمل في صيانة التماثيل. أولا ده مشروع صيانة وليس ترميم، هناك فرق ما بين الصيانة والترميم. اللي احنا بنعمله دلوقتي اسمها صيانة دورية، عبارة عن إزالة الأتربة والاتساخات والعزل بمادة شفافة واستخدام مادة البارولويد B72 اللي مستخدمة في الآثار، رغم أن التماثيل مش مسجلة أثرية لكن احنا بنتعامل معها على أنها آثار. والفريق اللي اشتغل هو نفس الفريق اللي اشتغل قبل كده 4 مرات من 2009 لحد الآن. تماثيل موجودة، لم يتم استخدام لكهات، لم يستخدم رولة، كيف لي أن أستخدم رولة على جسم مجسم؟ بينما معروف ان الروله بتستخدم في الاسطح المستويه الفلات، وانا يعني بعظم في الشعب المصري احترامه وخوفه على التراث المصري، واللي شفناه على الفيس هي مش هقول حاجه سلبيه بل هي ايجابيه، ان كل الشعب المصري يهتم بتراث بلده واحنا بنهتم ايضا بتراث بلدنا، ونحن اطباء الحضاره دورنا ان احنا نحافظ على التراث المصري العظيم.